قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، التقى خلالها مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تطور ونمو في ظل الرعاية والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله. كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومواصلة التنسيق المشترك وتبادل الرأي تجاه مجمل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مأدبة غداء تكريما لسعادة وزير الخارجية والوفد المرافق، ثم قلد وزير خارجية المملكة العربية السعودية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمنح سعادة هذا الوشاح تقديرا للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بهذه المناسبة عن بالغ الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه على اللفتة الكريمة والأمر السامي بمنحه وشاح الملك عبد العزيز تقديرا من المقام السامي لجهوده خلال فترة توليه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون. وعبر سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن فخره واعتزازه بهذا التكريم السامي من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيه خلال فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون من القيادة السعودية الحكيمة والشعب السعودي الكريم من رعاية ودعم وما حظي به من تعاون ومساندة متواصلة من وزارة الخارجية السعودية، مما يسر له القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم. أشاد سعادة وزير الخارجية بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتها الحكيمة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي تحقيقا للأهداف السامية لمنظومة مجلس التعاون المباركة وما تبذله من جهود مخلصة لتوحيد الصف وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ذارعا إلى المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يكلل سبحانه جهود قيادتها الحكيمة بدوام التوفيق والسداد. حضر الاستقبال ومأدبة الغداء معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وسعادة الدكتور عادل بن سراج المرداد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية وسعادة السفير عزام بن عبد الكريم الجين وكيل الوزارة لشؤون المراسم وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لوزير الخارجية.